تناولت الصحف الصادرة اليوم السبت أهم الأجواء المرافقة للحملة الانتخابية بعد انقضاء أسبوعها الثالث، تجربة أولى ناجحة للسلطة المستقلة وامتحان للمترشحين، هو العنوان الذي اختارته جريدة الشعب للإشارة إلى المناظرة التلفزيونية التي سمتها بالحدث الأبرز في الحملة الانتخابية، مشيرة إلى أهم ما تم التطرق إليه خلال المناظرة من مواضيع. على صدر صفحتها عنوان جريدة النهار: مناظرة تاريخية في انتظار الصندوق، مع التفصيل في أجوبة المرشحين الخمس التي تشابهت. وأضافت الجريدة أنهم لم يستفيدوا من الوقت المحدد، كما اغتنموا فرصة التفصيل في برامجهم الانتخابية. وحول المناظرة التلفزيونية تحدثت صحيفة الإكسبريسيون بعنوان ثقافة تعتمد، ويشير المقال إلى سماح المناظرة للمواطنين بالتعرف عن قرب عن المترشحين، خاصة بعد حملة انتخابية صعبة نظراً للظروف السياسية التي تعيشها البلاد. جريدة أوريزون عادت لمجريات المحاكمة التي جمعت الوزراء برجال الأعمال بخصوص تركيب السيارات، كما أشارت إلى المناظرة التلفزيونية التي جمعت بين المرشحين الخمس تحت عنوان وعود لإصلاحات سياسية عميقة. بالبنط العريض كتبت يومية النصر: إحباط مخطط تخريبي عشية الانتخابات، مشيرة إلى توقيف مصالح الأمن لعنصر ينتمي إلى الماك والذي أوقفته بالعاصمة. جريدة أخبار اليوم هي الأخرى رصدت خبر إحباط الأمن لما أسمته بمخطط خطير عشية الانتخابات الرئاسية، مفصلة إلى أن المخطط كان يرمي إلى السيطرة على الحراك وتفجير الوضع.